خلاص يا دي هو بقى وقفل كل حاجه. اوامرك يا معلم. اقفل التلاجه دي اه دي قروشه. الله ما نسيبها شويه يا معلم، دي جايبه شويه هوا وطراوه حلوين. وانا بقول لك اقفل شباك الصاله يا ابن الظريفه، اقفل يا دي التلاجه لبيتك جواها. خلاص يا معلم اهو قفلتها. افتحها تاني يا مش قلت لك يا معلم كانت مطريه الدنيا علينا شويه بينها تلاجه بحر يا معلم. عشان انا بحبك يا دي قروشه مش هرجع في كلمتي وهبيتك فيها النهارده. بلاش النبي يا معلم. شوف ياد كده فاضل كام كيلو عندك في التلاجه؟ ثواني كده يا سيدي المعلمين. فاضل فخدتين اهو وكيلو لحمه راس. اصلي كان في النهارده اقبال على اللحمه منقطع النظير، مش طبيعي يا معلم. انا مش قلت لك قبل كده لما التلاجه تنقص عن 120 كيلو تقول لي يا غبي؟ ها؟ يا اغبى واحد في المحل. في ايه يا معلم؟ هو انا زعلتك في حاجه؟ ليه يا كعبوره بس في ايه؟ انت مش كنت دايما بتقول لي ان انا اغبى واحد في المحل؟ بقى عايز تاخد مني اللقب وتديه لقروشه؟ الله، انت مش خدت اللقب الشغل اللي فات؟ ادونا فرصتنا بقى. شايف يا واد انت هو البقره اللي هناك دي؟ ايوه يا معلم. اهو الكلب اللي معدي من وراها بيفهم اكتر منكم. ما قلتليش ليه يا واد يا قروشه ان اللحمه قربت تخلص؟ ما انا شايفك مش في المود النهارده يا معلم، عشان كده يعني ما رضيتش ازعجك. مش في الايه يا اخويا؟ مش في المود. وعرفت ازاي بقى ان انا مش في المود يا ابن الرفيعه؟ اصلك عمال تشخط وتنطر من اول اليوم يا معلم. هو انا قبل كده يا واد كنت بلمكم حواليا واحكي لكم قصص الكابتن ماجد مثلا؟ يعني مش القصد يا معلم، بس النهارده المود وحش بزياده. طب هدلنا النور شويه بقى يا كعبوره، ها؟ عشان الافندي مش عاجبه المود بتاعنا. حاضر يا معلم. النور هادي اهو. يلا يا حبيبي اكشن. يا معلم انا قلبي عليك، عايزك تروق كده. حاضر يا حبيبي اروق، وهقوم اطبل لكم نرقص 10 بلدي نطلع فيها طاقتنا المكبوته. ايوه بقى يا معلم، ايوه كده، احنا لازم نخرج الطاقه المكبوته بتاعتنا. اطلع يا واد انده لنا ما دام نجلاء. حاضر يا معلم. فريره تعال خد هنا، انت ما صدقت؟ الصراحة يا معلم صدقت. انت عارف يا دي قروشه انا نفسي انزل على وشك بالاقلام لحد ما يبان لك صاحب. طب ما تعمل كده يا معلمه، ما تخليش حاجه في نفسك، طلع. المشكله ان صاحبك الانتيم اهو قعبوره، يعني لقينا اصحابك قبل ما نبتدي ضرب من اساسه. بسيطه يا معلم، يقتله. هتقتل صاحبك عشان تتضرب يهبل؟ يا معلم انا خدامك. طب يلا توكلوا على الله. بس يا معلم انت على لحم بطنك من نص ساعة، اطلب لك اكل. ياد اطلب لي اكل ياد. هتاكل هنا؟ لا، هاخد الاكل دليفري. قصدك تيك اواي يا معلم؟ التيك اواي دي للعيال السيسي اللي زيك يا معفن. يعني يا معلم سبت مراتك تبات بره ومتضايق قوي من التيك اواي؟ انت بتقول ايه ياد؟ ما بقولش حاجة يا معلم، ده انا خدامك. غور من وشي. طب انت راح فين يا معلمة؟ على الطلاق مهبايته بره، ومش كده وبس، ده انا هجيبها تعمل لي حمام محشي فريك تيك اواي برضو. هنتش فنتش كنتش ما انتش نايم مرتاح يا اللي تزعل مدام سماح. سماح مين؟ تلاقيها مراته، واحنا مالنا ومال مراته؟ معلش، اصلها طالبه مني شويه طلبات تقطم الوسط والله، والعيال في البيت ما بيبطلوش عايزين عايزين. معلش الشغل دخل في بعضه. قولي لنا يا ست الكل، ايه علتك؟ جوزي يا عم الشيخ. ما تقولي ليش يا عم الشيخ؟ امال اقول لك ايه؟ قولي لي يا استاذ ابو نانسي. انت جايبه لي دجال عبيط يا انصاف؟ اللي لقيته. ما تقلقيش يا مدام، انا بفك العقد وبجلب الحبيب للحبيبه وبحلب الزبيب والزبيبه وبغير انابيب البوتاجاز، وكل ده في 25 دقيقه. مين ده؟ انا عارفه يا اختي، مش انت اللي جايباه؟ ايوه صحيح. الا بقول لك ايه يا استاذ ابو نانسي، انا عندي مشكله، هتعرف تحلها لي ولا ايه؟ امال انت فاكره ايه؟ يلا قولي بتشتكي من ايه. جوزي المعلم سيد الفخداني، اكبر جزار في مصر. طب اتوكل انا بقى على الله. خدت على هنا رايح فين؟ هو معاكوا هنا؟ لا ما تقلقش، مش معاه ومش حييك. اذا كان كده ماشي، كملي يا مدام. ماشي ورا واحده هتجيب داغه، وانا عايزه يبقى لي لوحدي. عايزك تعمل له عمل تخليه يشوف كل النسوان قرود. قرود ايه؟ هو انت فاكراني محاسن الحلو؟ انت بتقول يا راجل انت؟ اقصد ان دي كلها حلول قديمه ومستهلكه،
الشعوذة اتقدمت جدا اليومين دول. صحيح يا أستاذ أبو نانسي؟ طبعا. يعني هتقدر تجيب لي سيد لحد عندي؟ واجيب لك كاظم الساهر لو عايزة. لا يا أخويا، أنا مش عايزة حد غير سيد. نفسي سيد ما يشوفش أي ست غيري في الكون وينسى خالص اللي اسمها نجلاء دي. اعتبريه حصل. الجهاز اللي معايا ده بيجيب أي حد من أي حتة، بس لازم تغمضوا عينيكم، واللي هيفتح عينه هيبقى أحمر. حاضر يا أخوي. انت شالتس فلتس افقس يا بيض العفريت، وهات لنا معاك ألبوم عمرو الجديد. شبيك لبيك سيد الفخداني بين ايديك. ايه ده 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 جاب سيد بجد؟ ايه ده؟ يا قتيل بجد ولا ايه؟ حد يوقف الجهاز ده يا جماعة، حد يوقف الجهاز. جهاز ايه ده؟ انت مين وعايز مني ايه؟ انت اللي مين وجاي هنا تعمل ايه؟ ما اعرفش، انا فتحت الجهاز ده لقيته جابني هنا. مين ده عفاف؟ والنبي يا سيد، والنبي يا سيد انا ماليش دعوه. انا والنبي يا سيد ماليش دعوه. انا الله، اغنيه حلوه قوي يا عفاف، الفتيها امتى؟ يا لهوي، شعر يا سيد، دي بشعر يا يا سيد. جايبالي دجال الكتروني يا عفاف. شعر يا سيد. لا يا باشا، ده انا سباك اصلا، انا بس بحسن دخلي وبشتغل الشغلانه دي بعد الظهر. استناني انت، استناني، ده انا هخليك تشوف النجوم في عز الظهر. في ايه يا معلم سيد؟ اهدى بس، هي كانت بتعمل كل ده عشان حساك بتتسرق من ايديه. ليه يا حلوه؟ شايفاني قدامك موبايل بكاميرتين، صح الواد، وقدامي على البيت يا عفاف. حاضر يا سيد، بس والنبي يا اخويا، والنبي ما تهمل فينا حاجه، ده احنا ولاية. اسكتي بقى يا عفاف، في حد يعمل كده في جوزه ابو عياله؟ صح، انت كده بتتكلم في الصح، وانت كمان قدامي. ليه بس يا معلم؟ عندنا طلبيات ناقصه في المحل والعيد داخل، هنحتاجك معانا يا اخويا. بس انا ماليش في الشغلانه دي يا معلم. ومين قالك انك هتشتغل الشغلانه دي؟ انت هتتذبح وتتعلق وتتباع، والناس محتاجه بروتين. لا والنبي يا معلم، ارجوك. قدامي. بتسيب البيت يا عفاف؟ ده انت يوم ابوك اسود. والنبي يا سيد، والنبي يا اخويا، ما هتتكرر تاني. لا وايه، جايبالي دجال كمان، عايزه تعملي لي عمل يا وليه؟ ده دجال اهبل يا اخويا، ده اهبل. والنبي دي كانت شورة انصاف. بخلي بقى انصاف تنفعك يا عفاف، ده انا هنفخ. لا والنبي يا سيد، والنبي يا اخويا، لا والنبي. انت شايفه الاوضه اللي هناك دي يا عفاف؟ ايوه يا اخويا شايفاها. هي دي حدودك من النهارده، مفيش خروج منها، خلاص. طب وهعمل لك الاكل ازاي يا سيد؟ وانت فاكراني انا هاكل من ايدك تاني؟ هو انا مجنون؟ النهارده جبتيلي دجال، بكره تحطيلي سم في الاكل يا عفاف. لو النبي يا سيد ما عامل كده تاني. وانت يا عم ازار، وانت؟ ايوه يا بابا. شايف نفس الاوضه؟ شايف اجزاء منها. ايوه اهو، انت بقى مش هتتحرك من الاجزاء دي عشان الظرف واللطف اللي انت فيه. ربنا على الظالم. بس يا واد يا ايمن، عيب كده، كلم ابوك باحترام. ايوه يا اختي، راضيني، راضيني بكلمتين، ما انا اصل دكتور تجميل قدامك. هتثبتيني يا بنت بالكلمتين دول؟ لا عاش ولا كان اللي يثبتك يا معلم. شوف يا عفاف، البيبان والشبابيك والبلكونات دي، كل ده من النهارده هيتقفل خشب زان. طب ما تولع فينا احسن يا معلم. انت بتستظرفي يا عفاف؟ لا والله يا معلم، ده انا بس بفضفض معاك. الله الله، انا مش فاكر انتوا كلكم شايفيني غلط ليه؟ بس ملحوقه، ملحوقه يا عفاف، بس من اللحظة دي مش هتشوفوا الشمس تاني. يا حبيبي يا سيد، كل ده عشان ما اسمرش. الله، انت هتعملي لي فيها ميس ايجيبت هولية؟ يا لهوي يا لهوي. انا نازل محل وطالع، عقبال ما اطلع تكوني نمت انت والواد الفقري ده، ولو لقيتكم صحيين على النعمة هدفنكم تحت السرير. جاتكم القرف. الجول، جول، الله اكبر، جول 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 جول. ايه ده، جول فعلا؟ جول يا معلم. مين اللي جابه يا ده هاروشه؟ عصام الحضري. مين اللي جاب الجون يا ياد؟ مش مين اللي دخل فيه الجون يا متخلف. معلش يا معلم، ايه اللي فيه ده؟ ازاي عصام الحضري هيجيب جون صحيح؟ مين اللي جاب الجون بقى؟ شريف اكرامي. ده انت باين عليك ما بتفهمش بقى يا ابني، في ماتش ريال مدريد وبرشلونه، ايه اللي جاب المعجزات دي؟ يا معلم انا بضحك معاك، انا اصلا مش عارف الماتش ده مين مع مين، بس انا بشجع الفرقه اللي بيلعب فيها الواد اللي اسمه كريستيانو ميسي ده. بتشجع؟
ده على اساس يعني انك مولود في اتلتيكو مدريد. لا يا معلم، انا بس نفسي اعرف ده ماتش ايه ومش عارف. اقول لك انا، ده ماتش نهائي كاس الملك. الملك مين يا معلم؟ الملك الصالح يا حالتها. قوم اقعد انت اهو، سيبوا الزفت ده. طب معلش يا معلم، بس نخلص الماتش ده الاول. لا يا حبيبي، لا لا لا، براحتك وماله، وانا بقى استناكم بعد ضربات التماس الترجحيه كمان. او لا يا معلم، تسلم. حاضر يا حبيبي، وعالي كده وادي التلفزيون. لا ايه ليه كده بس يا معلم؟ اسمع انت اهو، من النهارده معامله الحنيه والمداديه اللي كنت بعملها لكم دي انتهت خلاص، انسوها من النهارده. من النهارده هتشوفوا معلم سيد جديد. يعني ايه معلم سيد جديد؟ مش فاهم. هتسيب المحل يا معلم؟ لا يا ظريف، مش هسيب المحل، وقاعد على قفاك يا معفن. تنور يا سيد المعلمين. شايفين التلاجة دي؟ شايفينها يا معلم. لمولي بقى التلفزيون المدهشدش ده وجمعهولي من الاول وجديد. امال ايه بقى موضوع شايفين التلاجة ومش شايفين التلاجة ده يا معلم؟ هو انا ما قلتلكش؟ ما انتوا هتجمعولي التلفزيون ده وانتوا قاعدين جوه التلاجة. طب والعجول اللي في التلاجة؟ هطلعها تساعدني في المحل، لانها اكيد بتفهم اكتر منكم. الموضوع ابتدى يتدهور جدا يا دكتور مفيد. يا ابني عرفتني بقى انت والموضوع بتاعك ده. ده انا بقيت بصحى مفزوع من النوم. ليه بس يا دكتور؟ بخاف اصحى فجأة الاقي نفسي بشتغل رقاصة ولا حاجة. يا دكتور مفيد ما تعفرش والنبي، وشوف لي حل في المصيبة اللي انا فيها دي. طيب قولي انت وصلت لايه؟ وصلت لحاجة مهمة جدا. وصلت لان في اوضة فوق السطوح في بيت المعلم سيد هي اللي بيحصل فيها التحول من سيد لعطيته، والتحول ده بيحصل بالليل بعد ما مراته وابنه بيناموا، فمحدش بياخد باله من حاجة. طيب وهو بيعمل كده ليه؟ اشمعنى في الأوضة دي؟ ده موضوع كبير قوي طول شرحه. أنا بقى عايزك تقولي أعمل إيه عشان أحل المشكلة دي؟ بسيطة، very simple. بسيطة إزاي يا دكتور مفيد؟ أنت محتاج تعمل حاجة واحدة. اللي هي إيه؟ ما تخليش صاحبك يروح المكان اللي بيحصل فيه التحول. قصدك إيه؟ النهاردة لما تقابل عطيته ما تسيبوش، تبيته قدامك غصب عنه. غصب عنه؟ يس، غصب عنه. خلينا نشوف إيه اللي هيحصل لما ما يروحش الأوضة اللي بيحصل فيها التحول. ماشي يا دكتور، ربنا يستر.